والله ما بيصير هيك. بشو أهنتك؟ المرة الماضية قلت لي إنه النسوان أفضل من زلمي. لأنه زلمك منافقين. يلا معلش رح ضلني أحسن منك. على رأي المثل خاطبني السفيه بكل قبح وأكره أن أكون له مجيبا. يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبة. ما شاء الله عليك، شو حليم ووديع. الحمامة مو هيك؟ وعلى شو اعتراضك هلا؟ ديننا بيسمح لنا أنه نحمي أنفسنا من الخطر والموت ولو اضطرينا أنه نكفر. بالفم دكتور بالفم. ويسمح لك أنه تسجد للأصنام كمان؟ ما فيها شيء، الرسول كمان سجد دكتور. الرسول كمان سجد؟ إيه ليش الرسول كمان وقع بالأسر وعذبوه؟ لا دكتور سجد طوعا واختيارا. العمى على هالشغلة، معناتها النسوان أفضل من زلمك، وزلمك بيضلوا أفضل من الرسول. ليش دكتور؟ لأنهم على الأقل كانوا تحت ضغط لما كفروا، بس الرسول كفر بدون ضغط. استغفر الله العظيم، نجنا يا رب من ألسنة الكافرين. اسمع القصة بالأول قبل ما تفتري عن الرسول دكتور. هات لنشوف. قالت قريش للرسول: فلو ذكرت آلهتنا بشيء جالسناك. فألقى الشيطان في أمنيته فنزلت هذه الآية: أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى؟ قال: فأجرى الشيطان على لسانه: تلك الغرانيق العلا، وإن شفاعتهن لترتجى، مثلهن لا ينسى. قال: فسجد النبي حين قرأها، وسجد معه المسلمون والمشركون. الرسول تتكلم فيه الشياطين ويسجد مع المشركين؟ إيه ما فيها شي دكتور، عادي، لأن الشغلة فيها مصلحة للإسلام. كيف هيك؟ جماعة قريش كانوا يشمئزوا لما الرسول يحكي عن الله، فقام الرسول صلى الله عليه وسلم سايرهم شوي وحكى إشي حلو عن أصنامهم. وإذ ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. مجرد مجاملة دكتور. هاد نفاق. بس الرسول ندم عليها والله بررها. كيف بررها؟ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. أنت قلت لي إنه الكفر عند الإكراه مرخص فقط باللسان، مو هيك؟ نعم. بس الرسول كفر قولا وعملا لأنه سجد للات والعزة مع المشركين. استغفر الله العظيم، يا أخي سجد للصنم ولكن سجوده كان باتجاه القبلة، يعني بقلبه كان عم يعبد الله لما ركع للصنم، وهذا جاء الشرعا. إذا هيك أوكي، تقبل الله منه. آمين ثم آمين.